السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون جلوتين سونغليتان. دابا الحق الموعد غنشارك معكم الصلصات لي صوص مايونيز الخردل المطرد الخل الصلصة الحارة كل شيء بدون جلوتين اللي مصرحين بهم الشركة. الأكثرية هنا 99% اللي مكتوبة عليهم بدون جلوتين باش نحيدو حنايا الشك. كل شيء هادو الشركة كاتبة عليهم بدون جلوتين وراكم غتشوفوا راها واخا بدلات الغلاف ولكن المنتوجات بقاو هما او احسن. ها هما يا الصور واضحين بين عينكم كما كتشوفوا. حاولت كما قلت لكم غادي نخلي كل مجموعه بوحدها بحال دابا هاد الفيديو ديال الصلصات بوحدهم بحال هاد الشركه بيكاروم وستار. البعض من ستار اما بيكاروم ها هي كنظن كلشي السيري ديالهم ها هو بدون جلوتين. المهم غتشوفوا جميع الصور وكنظن ان الصور واضحه. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم ان شاء الله. كنظن الصور كتهضر على نفسها بلا ما نزيد نشرح حيت حاولت نكبرهم ونبين لكم العلامه بدون جلوتين باش تكون واضحه. وهادشي موجود شركه كنظن مغربيه وموجودين في المغرب عند البقاله في المحلات الكبرى. غير شوفوهم ما نقولش لكم سولوا عليهم حيت بزاف ما كيعرفوش سولوهم شنو بدون جلوتين ما يعرفوش. اذا هل الصور واضحه قدامكم وفيديو واضح ماشي بحال الصور. اذا نخليكم مع باقي المنتوجات وباقي الصور. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فمرحبا بكم وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. والا عجبتكم ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس يصلكم كل جديد. وتشوفوا ديروا دويرة في القناة راها متنوعة فيها وصفات فيها معلومات نصائح بائع المنتوجات بدون جلوتين. كنوريكم البائعين والباعة ومنين تشري ومنين تقداو النساء اللي كيديروا لي دوموند او لي كوموند. اذا فلوغات كنتشاركها معكم تهيا اذا متنوعة. كنتمنى تعجبكم وما تبخلوش باشتراك وتعليق هانتوما الفعل. اذا فضلا وليس امرا نخليكم مع باقي الصور والى فيديو قادم ان شاء الله. كنظن هاد الفكره عجبتكم حيت شاركت معكم الفيديو ديال اللي حطيت قبل هذا الفيديو ديال المثلجات ايس كريم بولو كل واحد اش كيقول ليه. اذا وعجبكم قلتوا مزيان كل مجموعه بوحدها حيت انا دايره فيديوهات قبل ولكن مخلطين بلي انا نيت براسي ماشي واضحين. ماشي كيفاش ماشي واضحين؟ الا بغيت نعرف شي منتوج خصني نرجع ليه مع درت مجموعه ديال المنتوجات. ولكن بحال هكا غادي نخلي كل فيديو بوحدو باش الا قلبتوا عليه والتليفونات ما يعمروش لا ليا لا ليكم. سهل ترجعوا القناة وترجعوا الفيديو وتشوفوا المنتوجات على خاطركم. اذا نخليكم ما نبقاش نكثر في الهضره الى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.